وكتحطها في السطور وكتربح من كتربح من الاعلانات اللي كتحطها في هذه الابليكاسيون. هنا كانت واحد المده طويله وهذا الشيء اللي كان خدام. من بعد خرج واحد الحاجه اللي كتسمى اوبن سورس. شنو هو الاوبن سورس؟ هي كتجي هذه الشركه وكتاخذ الشفره ديال داك الكود ديالها او الكود سورس ديالها وكتحطو اما للبيع او لا فابور. هنا بان واحد الحاجه جديده اللي كتسمى ريسكين. شنو هو الريسكين؟ شنو هو السكين؟ هو الجلد. شنو هي الريسكين؟ يعني كنعاود ندير الجلد، يعني بحال الهيكل العظمي عندنا الهيكل العظمي اللي هو الاوبن سورس كنعاود ندير ليه الجلد، يعني كنعاود نغلفه، يعني كنبدل ليه الفيزيويل ديالو كله وكنعاود نحط فيه الاعلانات ديالي ونعاود نحطها في السطور. هنا جات الكلمه ديال ريسكي. في الاول هذاك لي زابليكاسيون اللي هي اوريجينال كانت كتكون فكره جديده، فكره ما كايناش الناس تيقلبوا عليها، وكان سطور خاوي كنتي كتحطها بسميه اللي كتسمى الكيورد اللي الناس تيقلبوا عليه. يعني مثلا لابليكاسيون مثلا ديالها غنقول مثلا ديال تسجيل المكالمات، غندير مثلا ريكورد كال او شي حاجه هكا، الناس كيدخلوا تيقلبوا على ديك الكيورد وكتطلع لهم لابليكاسيون ديالها. من بعد فاش ولات المنافسه بزاف ولاو الناس كيديروا الاعلانات، يعني كيشد لابليكاسيون ديالو وكيديرها في فيسبوك ادز او في ادورد زائد التحميلات اللي كيجيو من ستور، هادشي باش كانوا كينجحوا. هنا فاش جاوا صحاب الريسكين تيكونوا ناس اللي صغار، بروغرامر صغير او شي واحد اللي ما تعرفش يبروغرامي ولقى ديك الاوبن سورس وكتبان لي هذيك لابليكاسيون طالعه كيحاول يطلع على ظهرها، يعني داك لابليكاسيون الكبيره اللي بنات السمعه ديالها على مدى سنين كيجي كياخذ الاسم ديالها او داك الكيورد اللي طلعات وكيديروا في داك الكود سورس اللي هو لقاه وحط فيه الاعلانات ديالو وكيطلع على هذيك لابليكاسيون. دابا حنا كنهضروا على الريسكي، دابا هذا هو الريسكي. فاش كنهضروا على السبام اللي هو الطرف الثالث، سبام هو انك كتمشي وكتهز جميع الميزات اللي كاينه في هذيك لابليكاسيون بالسميه ديالها بايكون كتشبه ليها بهذا وكتحط، يعني كتحتال على الناس كتقول لهم راه هاد لابليكاسيون راه هي الاخرى وكتحطها في ستور. سبام في حاجه اخرى اللي هي ديكومبيل. ديكومبيل هي انك كتمشي كتشوف هذيك لابليكاسيون اللي هي طالعه وكدير ليها الريفيرس وكتحط فيها الاعلانات ديالك. دابا هذا لي زابليكاسيون. نفس هذا الشيء غنطبقوه في لي جو فيديو، يعني كاينين شركات اليوم كبار كيديروا جو كبيره، كيجيو ناس كياخذوا كيصايبوا شي كود بحالها وتيحطوا يتباع، كيجيو ناس كياخذوا داك الكود كيبدلوا ليه الفيزيوال ديالو كامل وكيديروا ليه كيحطوا فيه الاعلانات، اما كيديروا دي كيورد اللي هما ليغال، يعني كيورد جينيرال بحال مثلا جانجل، بحال مثلا جام، بحال مثلا فلاي، بحال مثلا كيحطوا. وكاينين الناس اخرين كيمشيو لي زابليكاسيون الكبار اللي طالعين وكياخذوا الاسماء ديالهم وتيحطوها او الاسماء ديال شي ديال انيم او لا كارتون او لا شي حاجه وتيحطوها. وكاينين الناس اللي كيديروا عاوتاني دي كومبي، يعني كيمشيو لهذاك الناس اللي كيديروا ريسكين كيزلو لهم لابيكا ديالهم وكيديروا ليها الريفيرس وتيخدموا بها. هادشي الهندسه العكسيه، يعني هادشي يكونوا الناس كاملين عارفين. دابا هنا متفقين. دابا حنا فاش كاين واحد السؤال اللي كيتطرح بزاف، واش الريسكين مازال خدام؟ دابا الا هضرنا على الريسكين يعني الا هضرنا على الريسكين اللي هو سبام اللي هو الديكومبيت غنقولوا ما بقاش خدام. علاش؟ بالقضيه اللي قلنا في الاول، الا 100 واحد خدام و10 الناس ناجحين فيه و90 ما ناجحينش فيه، انا غنقول ما خدامش. علاش؟ حيت ماشي غنقول انا 100 واحد اللي راه خدام والناس غيمشيو يخدموا و90 غتصدق ليهم و10 ما تصدقش ليهم، انا غنتسمى انني لعبت بزاف الناس الهاويه. يعني واش كاينين الناس باقيين تيخدموا فيه؟ واش كاينين الناس كيدخلوا من سبام؟ ولكن واش باقي خدام كيف بحال الاول؟ يعني اي واحد كيف ما كان ما عندوش تجربه، ما عندوش اكسبيريونس، ما عندوش راس المال ويدخل، ما ننصحوش. يعني هنا كنهضر على سبام اللي هو الديكومبيل اللي هو مثلا نشئ كود مليوع فابور، نشئ ايكون ديال شي واحد، يعني الى 100 واحد مشى خدم راه نسبه كبيره غتسلم الاكونت ديالهم غادي يرجعوا للو، ونسبه واحد النسبه قليله غتمشي. انا نعطيك واحد المثال، ريسكين ليغال فاش كنقولوا خدام
خصنا نفرقوا بين جوج حوايج، بين لي ميثود باش كنصايبوا ابليكاسيون كنلوحوها في بلاي ستور، وبين واش نصايب انا ابليكاسيون باش ما نصايبتها، سواء بالريسكين سواء برمجة. في 2017 ربما ما بقوش خدامين شي حوايج منهم، ولكن غير الميثود، ولكن الفكره الاساسيه كلها راه باقا خدامه. لحد التليفونات باقي كاينين كما قلتي في الاول، كتفتح التليفون كتلقى فيه لعبه او تطبيق راه باقي خدام. وي هو هو شوف هو الميثود، الا قلنا مثلا الميثود مثلا الا قلنا اي كومبيل، ما هضرناش مثلا على الستور، هضرنا غير على ابيكا غندير لها دي كومبيل او لا كود سورس او هادشي كله خدام، باش نكونوا متفقين كله خدام. يعني غنهز ابيكا مثلا من ستور وغندير لها اي كومبيل وغادي نلوحها في ستور بكي وورد ليغال ايكون ليغال كلشي ليغال لحقو طريقو ما غاتسدش ليه، يعني كونت جديد بيسي جديد كلشي جديد ما غيتسدش ليه، هادي خدها مني بالياقي. نمشيو نشريو كود سورس نبدلو فيه شويه نلوحو بكيورد ليغال كلشي ليغال ما غيتسدش ليه. يعني هنا كنهضروا على القضيه ديال ليكونات، على الكيورد اللي كتدخل، على هادشي اللي يقدر يكون عندك فيه مشكل، يعني امور غير قانونيه. يعني فوالا، اما الطريقه باش كتخدم الابليكا، واش ابليكا تول ولا اندرويد ستوديو ولا داكشي كلشي خدام، داكشي ما كاينش فيه مشكل الا في الاب ستور. في الاب ستور الى اب ستور ما كاينش بعدا دي كومبيل، في الاي او اس ما كاينش دي كومبيل، وحتى صحاب الريسكين اللي كيمشي مثلا كيهز واحد الكود سورس وتيلوحو مؤخرا ولات حتى هي واش كتمنع، كانت من قبل دابا تقريبا واحد 3 شهور او ولا 4 شهور، ولاو نادرا الى تزبقت لك شي وحده من صحاب الريسكي الا بدل فيها بزاف وخلى داك المناجر اللي غادي يقلبها ما يعرفهاش الكوز لي، خاصها تكون اوريجين غالبا. فوال لا، هي خاصك تبدل فيها الا كانت ريسكي تبدل فيها او لا اوريجينال. ونعطيك واحد القضيه، في الاب ستور حتى الاوريجينال، الاوريجينال كنهضر دابا على الكود، دابا انا باقي كنهضر على الكود، على لي كود، كود تقادو انت فروم سكراتش وتحطو في ستور يقدر ما يدوش الا كان كلون من واحد الجيم اخرى او لا كلون من واحد الاب اخرى، يعني ضروري خاصك تبدل فيه، يعني ضروري غتكون فيه شي حاجه اللي هي مميزه. هنا كنهضر على الاب ستور، اما البلاي ستور لي كود باقي كي يدوزو. البلاي ستور هي غاليه في الابستراكت تقريبا، غتمشي في هذاك الاتجاه. وي غالبا انا الصراحه ما بقيتش كنخدم فيها تقريبا واحد عامين عامين ما بقيتش كنخدم فيها، ما كنلوحش فيها، خدام في الاب ستور. هنا هضرنا على لي ميثود، يعني دي كومبيل او لي سكين كيتلاح. المشكل اللي كيكون هو اما بنادم كيبقى خدام بنفس البيسي وكيتسد ليه الكونت، اولا كيمشي كيهز شي كيورد وتيحطها في السميه كيف ما هو، او في الديسكريبشن كيف ما هو، او في الباكيج نايم او شي حاجه كيف ما هو، هذه غيتسد لك عليها. يعني الا بغيتي تخدم مثلا باش تبقى موقع، حاول بعد من الكيورد اللي هما عليهم كوبي رايت، وبعد من هذوك النيشات اللي كانوا طالعين شحال هذه بزاف راه عليهم العين، قلب على شي حاجه اللي جديده، شي ابليكاسيون جديده، الكيورد بعد من السميه، دخل شي واحد في الديسكريبسيون شي طريقه اللي هي زوينه وغتخدم. نعطيك واحد المثال اخي كمال، في 2016 ولا 2017 المهم بحال ما هكا، كان واحد الدري تيقاد لي ليكونات ولي ديزاين كله كان تيقادو ليا، قال لي ياسر خويا اش بان لك نخدم انا وياك واحد الولد صاحبي بروغرام، الولد يقاد لينا لي كود سورس وانا نقاد الفيزويال وانت وجهنا شنو نلوحو كيفاش ندوزو اكسترا. المهم خدمنا تقريبا كلشي تخلص مزيان، كلشي خدام مزيان، كلشي الا الدري اللي كيدير الانفوغرافيس كان ديما كيتسدو لي ليكون من الزهر، ما عادش تخلص شي مره ولا جوج، من بعد وقعوا مشاكل بيناتهم هما بجوج، وهذاك البروغرامر كان دار شي حوايج اللي هما ما هواش هذاك لي كود تاع تاعهم للدراري. انا حبست مشيت كنخدم لي جو فيديو اوريجينال وحبست على ريسكي. هاد الدري اللي كان تيقادنا الديزاين حتى هو خرج مشى تيخدم في ايفار وتيخدم داكشي اللي كان تيخدم. جا عندي دابا واحد 6 شهور، جا عندي السلام خير صافا بخير،
راني بغيت نرجع ريسكين واش رجع نخدم انا وياه. قلت لي لا، قلت انا دابا كنخدم لي جو فيديو اوريجينال، ولكن الا بغيتي نعاونك داكشي اللي في دماغي باقي راه باقي. قال لي غير قول لي. قلت لي داكشي انت اللي عارفه راه هو هو، غير حل باش تبغي تحلكم حل اما بار دي بي او لا بي سي جديد. ما تقولش لا بي سي انفورماتي، هذا باش تنقول غير باش تفادى، باش نتفادى المشاكل. حل بار دي بي او لا بي سي جديد. ما تشتريش الكونت ديالك مع شي واحد اللي انت ما عارفوش كيفاش كيحل الكونت، او لا حلو لراسك. كيفاش غتحل الكونت راسك؟ غتحلو بالجيفت كارد. اي واحد فينا عنده ناس برا، او ما عندكش ناس برا راه كاينين دراري كيبيعوا الجيفت كارد. ندخل لهذوك لي جروب ديال ريسكين، او ندخل نقلب على ناس اللي كيبيعوا الجيفت كارد ونستنى عندهم واحد الجيفت كارد ونحل الكونت في ار دي بي او في بي سي جديد. ما غاديش يتسد لك السؤال. كتطرحو الدراري بزاف تاع اللي كنظن جاوبتي عليه. كيقول لك ملي كنعاود نلعب ثاني شنو غندير؟ واش ندير فيرتيوال كارد ولا شنو غادي ندير؟ يعني كيديروا جيفت كارد. وي الجيفت دابا انا كنهضر لك، ماشي نهضرك على داك الشيء اللي عشوا اللي شتوا اللي عارفوا انا خدام. يقدروا يكونوا شي حوايج تاخذوا من تجربه ديالك انت. فوالا يقدروا شي حوايج يكونوا خدامين وانا دابا ما عارفهمش حيت انا بعيد شويه، ولكن المهم على حساب التجربه ديالي كاينين الناس ديال الايكون تيخدموا بزاف ديال لي سيت اللي كيعطيو الفيرتوال كارد. ما عندي السميه ديال شي واحد، ولكن نسول اي واحد كيدير الايكون راه غادي يكونوا عارفينه. حتى الدراري ديال ادسنس وقالوا تيخدموا بزاف ديال لي سيت ديال الفيرتوال كارد، ولكن اللي 100% خدامه وبخير الجيفت كارد. جيفت كارد ندخل مثلا شي بلاد ونجرب هاد الكارطه وهادي وهادي، راه نطيح في شي جيفت كارد مزيان ونبقى نحل بها. قلت لي حل بجيفت كارد ار دي بي او لا بي سي جديد. قلت ليه بعد من داكشي اللي كنا كنعرفو كاملين، الفيد مات تشيب مات الواتساب داكشي راه عليه العين. انت دابا ما تخدمش حاجه اللي مقرا، غتقلب على شي نيت في اليو اس اي. قلت ليه خدم على امريكان بو اشهارات الاول كتبان شي حاجه ساتيسفي الجيم ديال بحال واحد كنت شفتو مؤخرا وزوين عارف كيطيح سي بي اي واحد بحال مثلا مش وكت شي واحد باغا كتشد في واحد المره كطيب والمشى باغا تشد فيها باش تطلع. هما كيبينوا في الاول غير المشى، والمشى باغا تطلع والمره ما مسوقاش ليها، شدت التليفون بحال ما هكا شويه كتطلع الكاميرا وكتشد في هذيك المره كتلعب وكتلعب في الجيم ديالك. دابا هذا الفيديو غير غير اشنو كيسمى بلاتفورم، لا ماشي بلاتفورم ولا بحال الموكا. الفيديو بحال الموكا، تحط انت الفيديو ديالك موكا، تحط انت الفيديو ديالك الفيديو ديالك انت تومبليت وي تومبليت، كتحط الفيديو ديالك نتايا التليفون ديال المرأة. هادي بحال مثلا كاين واحد اخر كيبين واحد هز فاس وكيهرس التليفون. فاش كيهرس التليفون كتبان الجيم ديالك نتايا بلي شي واحد لاعب فيها. يعني هادشي باش كتشد اليوزر في الادس وكتخليه يبغي يدخل يشوف هاد الجيم. حيت كطلع لي بزاف هاد لي زادس هادو اللي قلتي كطلع لي بزاف وكرد لهم بال. وي فوالا دابا هادو باش كيطيحوا السي بي اي. الا كانت جيم سي بي اي تاعها طالع كيطيحوه بحال هاد الفيديوهات هادو. ولكن باش تطلع الريت تنشم خاصك اول حاجه يكون ميكانيك نقي ما فيهش لي باغ، ميكانيك جديد كونترول جديد. كدير مثلا ليفل ديزاين زوين، كدير مثلا ستور شوب، كتخدم على بزاف ديال الحوايج. هذا فيما يتعلق في الهايبر كاجوال بروميسيون ديال الالعاب. يعني ما عرفتش هذا السؤال وقته ولا لا. ترويج الالعاب كتخدموا فيسبوك بوحدو ولا كاين شي منصات اخرى؟ انا نعطيك انا اغلب الشركات باش كيخدموا اول حاجه باش كيتيستاو فيسبوك ادز. هذا باش كيتيستاو الا كانت مزيانه كيشوفوا كاين ايرون سورس، كاين ابلوفين، كاين ايرون سورس شنو الاخر موبيب، كاين تيك توك، كاين تيك توك شنو اخر دابا كنهضر انايا على الاب ستور. اما في البلاي ستور كاين هادو كلهم زائد ادوار. شنو خوش تيك توك سناب شات مؤخرا ولا
تيك توك مؤخرا ولا بزاف، ولكن كيبقى اللي هو زعما براتيك وهذاك هو الفيسبوك ادز. الا كنتي كتخاف من السدام غتجرب ايرون سورس، غتجرب يونيتي ادز، كلهم مزيان. هادشي اللي كنتي خدام لي جو فيديو وكندير شي علاش بالنسبه ندخل معك البرمجه ديال الالعاب، يعني مثلا ملي غندير ما غندير ادز عند تيك توك ولا سناب شات ولا، واش كتحتاج شي اس دي كي ديالهم على حساب التراكين باش يتراكيو الانستال؟ واش كل وحده كدير لها اس دي كي ديالها ولا كاين شي حاجه اللي كتجمعهم؟ تيك توك ما خدمتش به. لا بالنسبه للشركات، الشركات الاخرين اللي ذكرتي، الشركات الاخرين كلهم خاص الاس دي كي ديالهم كلهم بدون استثناء. ما كيأثرش على الحجم ديال اللعبه مثلا ولا الكفاءه ديالها؟ لا ما تيأثرش، تيكونوا الاس دي كي تيكونوا خفاف، ما تيكونش فيه مشكل. كاين شي سؤال واحد اخر اولا نهضروا على الان؟ كاين هاد النقطه مهمه، كاين واحد كاين الدراري بزاف دابا فاش غيسمعوا هادشي ما غاديش يقدروا انهم يمشيو يخدموا لي جو فيديو اوريجينال. غيقول لك انا حنا غنشوفوا هاد لي جو اللي خدامين وغنديروا لهم ريسكي وغنطلعوا على دارهم. غنقول لهم ما كننصحكمش بهاد القضيه. علاش؟ حيت الهايبر كاجوال العمر ديالهم صغير، يعني اي جيم كتطلع كتبان لك انت مثلا في الطوب، في الطوب 10 الماكسيموم ديالها 15 يوم كطيح كتغبر، يعني انت غتشوفها ما غاتجيش انك تقادها وتحطها، غطيح غتخبر ما غتبقى تجيب لك والو. يعني الا بغيتي تخدم لي جو فيديو مثلا ريسكين او لا سبا، غنمشي اما نشوف لي جيم اللي ما كاينينش في ستور، اللي كاينين كاين مثلا في ستيم او لا في الكونسول او لا مثلا في المهم في اي بلاصه كتحطها في لي جو فيديو كبار، وناخذ شي فكره منهم ونصغرها ونحطها موبي، او لا نخدم على شي شخصيه او نخدم على شي كارتون، ولكن ديما نبعد على السميه ديالو وعلى الشخصيه ديالو في وجهه كيف ما هو. اما الريسكين او السبام في الهايبر كاجوال ما ننصح به حتى شي واحد. راه اي جيم كتبان لك طالعه في التوب 1 او لا في التوب او لا في التوب 10 او لا في التوب 100 راه العمر ديالها صغير، راه عندك سيمانه 10 ايام كطيح كتغبر، وفاش كطيح راه ما تجيب لك التشريع، يعني ما غادي انت تخدم عليها حتى غتلقاها ماتت وغتكون ضيعتي غير الوقت. يعني انا واحد القضيه صدفه كانت بات لي واحد الجيم بانت لي في ستيم، كاينه في ستيم ما كاينش في البلاي، كاينه في ستيم. بانت لي الكاركتير بقيت كنلعب فيها بحال انسبيريش منها بلا ما نشعر، حطيتها حطيت الديزاين ديالها قلت الدراري اللي معايا نخدموها، خدمناها اوريجينال ماشي سبام، خدمناها اوريجينال غير هي كتشبه ليها شويه، ولكن ما وكاين الشركه تجي الشركه وديكلاري بيا ما عندها ما تصور، حيت ما خديت لا سميه لا كاركتير لا والو، انا خديت غير الجيم بلاي والميكانيك والاتموسفير كامله وتانسبيرينا منها. خدمناها دوزناها في التيست، دوزناها في التيست واقيلا كنت عقل شي 0.4 واقيلا وريت انشي شي 26، المهم ما نجحاتش، حاولنا اننا اميليوريوها ما نجحاتش. صافي حطيتها في السطور حيدتها، انا نسيت باللي هي كتشبه لهذيك الجيم الاخرى، صافي نسيتها. واحد النهار كنقلب في دوك الجيم اللي كاين عندي كنشوف كتبان لي كتجيب 400 500 انستال في النهار، قلت اه واش منطق لها الادس؟ قلت لا قلت منطق لها الادس لا والو. كنقلب عاد ونتفكر باللي هاد الجيم راه كنت انسبيريش من واحد الجيم اخرى، ودخلت كنقلب في لي كومونتير لقيت اغلب الناس كيتشكاو كيبدا يقول لك واه انت بغيتي دير بحال هذيك وما صدقاتش لك. عاد راه نعرف باللي انا بلا ما نقصد لعبت على ديك الجيم الاخرى، وبقات كتجيب تقريبا راه شحال دابا راه تقريبا شي ما كنجيبش بزاف تقريبا 50 درهم 100 درهم في النهار، ولكن ما كندير لا ميزاجور لا والو، صافي حاطها ونسيتها. يعني بهذه الفكره هذه ديال انني ناخذ ندخل مثلا واحد الجيم ستيم او شي حاجه وتكون ديك الجيم مطلوبه وطالعه مزيان في البلاي ولا في الكونسول ولا في اي بلاصه، ونهزها نزل الفكره ديالها ودير شي حاجه كتشبه ليها بحجم صغير اوريجينال، راه هذا احسن ريسك تقدر تخدمه في الاب ستور او في بلاي ستور. ها انت مقر ما كاين لا مشاكل ما كاين لا سدان لا والو، داكشي بحقه طريقه ما غادخلش لك بزاف، ولكن بزاف غيدخلوا بزاف.